احنا توقفنا المرة اللي فاتت على الاستنتاجات، وهذه الاستنتاجات بتلخص انه استخدام تقنية المينين تكنولوجي، نركز في الكلام، كعلاج مستهدف للخلايا السرطانية اللي موجودة في الورم السرطاني، لان هو نتخلص من هذه الخلايا بعدة مميزات. اولا بيدي توفير خلوي كويس، يعني بتتركز بطريقة كويسة المواد الكيميائية اللي هي متحملة على النانو بارتكلز في هذه الأورام، نقدر نموت هذه الأورام دون الإضرار بالخلايا السليمة أو المحيطة. وأحيانا بتستخدم النانو بارتكلز في التشخيص والتصوير لهذه الجزيئات زي ما ذكرنا قبل كده. طيب هنا الملخص بيقول ان استهداف الادوية طبعا، وهنا برضو بنذكر ان ده هيبقى احسن من الاستخدامات التانية التقليدية اللي قد تصل لازالة مخلط العين، ان استهداف الادوية الكيميائية لخلايا الشبكية باستخدام انظمة توصيل الادوية النانوية بيحمل امكانيات كبيرة. بشكل عام اظهرت الجسيمات النانوية التي تم التحقيق فيها باستهداف خلايا الشبكية تحسنا في الامتصاص والداخلية الخلوية والاحتفاظ المستمر والسمية الخلوية الممتازة، يعني بتبقى أقل من المواد الكيميائية اللي هي بتستخدم بالطرق التقليدية، وتعزيز موت الخلايا المبرمجة وتحسن التأثير المضاد للأورام مقارنة بخيارات العلاج التقليدية. وأظهرت هذه المراجعة بوضوح النشاط المضاد للأورام الممتاز لأنظمة التوصيل القائمة على الجسيمات النانوية في الشبكية، كما تؤكد على الآفاق العظيمة للجسيمات النانوية التي يجب تسخيرها في تشخيص وعلاج الشبكية. زي ما قلنا إن هي مش بس علاج الشبكية أو إن هي تساعد على تموت الورم، كمان بيستخدم في التشخيص والتصوير. يمكن أن يساعد الاتجاه الناشئ باستخدام الجسيمات النانوية الذكية في استهداف خلايا الورم في التغلب على بعض التحديات في توصيل الأدوية المضادة للأورام والعوامل التصويرية. يبقى زي ما بنقول بنعالج بنموت الخلايا السرطانية، بنشخص بنصور، وبالتالي فإن تطوير أنظمة توصيل الأدوية المستهدفة طبعا ده الغرض الأساسي من الموضوع بدون الإضرار بالخلايا السليمة أو المحيطة. توصيل الأدوية المستهدفة القائمة على الجسيمات النانوية يمكن أن يحسن التشخيص ويزيد من سلامة وفعالية العلاج الكيميائي، ويحسن نوعية الحياة ويزيد من معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى الشبكية. مع السلامة.